السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ماذا فعلت الجماهير الجزائرية من أجل يوسف بلايلي، ولكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. واجه الدولي الجزائري يوسف بلايلي اليوم الأحد رفقة ناديه أجاكسيو مضيفهم نادي أوكسير لحساب الليك آن الفرنسية، وشارك يوسف بلايلي أساسيا للمرة الثانية على التوالي مع فريقه الجديد، وقدم بلايلي مستوى متوسط خلال هذه المباراة وترك أرضية الملعب في الدقيقة 79. وأثناء المباراة علق مناصر الخضر ومناصر يوسف بلايلي علم الجزائر، وفي المكان المخصص لمناصر نادي أوكسير أي خصم فريق يوسف بلايلي، وهذا من أجل دعم لاعب الخضر وتبيان أن الجماهير الجزائرية حاضرة في كل مكان من أجل دعم لاعب المنتخب الوطني. ويذكر أن المباراة انتهت بهزيمة فريق يوسف بلايلي بهدف دون رد. وفي الأخير إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.